بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد دلوقتي الدرس الرابع عندنا اللي هو Operation on Matrices أو العمليات على المصفوفات. احنا نكمل الدرس ده، احنا خدناه بدايته المرة اللي فاتت في الدرس الثالث، وكان بدأنا فيه بس حبة عمليات بسيطة، ازاي تدخل ماتريكس جوه ماتريكس، ازاي تطلع قيم من ماتريكس، تعرف أماكنها، الحاجات دي كلها. هنبدأ دلوقتي في العمليات الحسابية على المصفوفات، زي جمع مصفوفات على بعضيها، ضرب مصفوفات، طرح مصفوفات، والحاجات دي كلها اسمها أس أي حاجة. هنبدأ نعمل كام مصفوفة كده في الأول، ولنفترض مثلا ماتريكس A مثلا تساوي 1 2 سيميكولون 3 4. أنا هفترض إن عندي ماتريكس A 2 في 2، وماتريكس B تانية 2 في 2 برضك، بس خليها 5 7 6 7 5 8 مثلا، اي ارقام. اوكي، لو انت قلت ماتريكس سي تساوي ايه في بي، طبعا احنا عارفين ان ضرب الماتريسيز مش زي ضرب الاعداد العاديه، ليها طريقه في الضرب اللي هو كل ضرب كل صف في عمود ويجمع القيم وكلام من ده، دي عمليات رياضيه. هو برضك بيعمل نفس الموضوع في الماتريسيز، بيضرب ماتريسيز كانك بتشتغل في رياضه بالظبط، يضرب كل صف في العمود ويبدا يجمع والحاجات دي كلها. ده بالنسبة للضرب. بالنسبة للجمع نفس النظام، سي تساوي A بلس B، عادي هيجمع A بلس B برضك، جمع ماتريسيز عادي جدا، يعني جمع مثلا 1 و6 7، 2 و7 9، 3 و5 8، 4 و8 12، ان في الجمع بيجمع عنصر بعنصر، كل عنصر بالعنصر اللي يمثله. بالنسبة للجمع، بالنسبة للضرب قلنا ان هي هتفرق ان هو بيضرب كل صف في عمود، يعني مثلا العنصر الاولاني اللي كان عندنا في السي اللي هو كان 16 مثلا، العنصر ده كان بالنسبة هنا ايه، 1 في 6، الصف ده اللي هو 1 في 6 ب7، زائد 2 في 5، 2 في 5 ب10، يبقى 10 10 و6 يدينا كام، 17. 1 في 6 ب6 و2 في 5 ب10، يبقى 10 و6 يديك كام، 16 بتاعتك. اوكي، وكذلك برضك في ال 23 و 38 و 53 اللي هو طلعهم بعد كده. لما تيجي هنا تشوف الجمع بقى، الطرح هيبقى نفس النظام، هيطلعها لك عادي خالص. تيجي تشوف الباور، لما تيجي تقول مثلا ايه، عاوز اعمل ايه اس ايه سكوير، ماتريكس سكوير لازم تكون ماتريكس اساسها مربعه. لما تيجي ترفع ماتريكس اي اساس، يعني مثلا ماتريكس اسمها ايه، عاوز تربعها تخليها اس 2، لازم الماتريكس دي تكون 2 في 2، 3 في 3، 4 في 4، يعني عدد الصفوف يساوي عدد الاعمده، ويطلع لك قيمتها على طول. اس 7 يطلع لك قيمتها على طول. طبعا اللي بيشتغلوا بالماتريسيز عارفين قوي قيمه ايه اس 7 مثلا، طبعا دي صعبه جدا 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 في الحلول. وحاجه كمان الاكسبوننشال للماتريكس، من الحاجات اللي صعبه جدا جدا اللي بيستخدمها المهندسين، وبالذات مهندسين كنترول، مهندسين تحكم الي، بيستخدموا دايما اكسبوننشال للماتريكس. اكسبوننشال ماتريكس بيجيبوها بطرق معقده جدا وطويله جدا، بتقدر تجيبها بدوسه واحده هنا بالعمليات على الماتريسيز، تقول له اكسبوننشال اوف ايه، يطلعها لك على طول. لو انت عاوز تجيب مثلا الجذر بتاع المصفوف، عادي بدل ما تبقى اس 7 تبقى اس ايه، اس نص، طلعها لك. عاوز تجيب قيمه المحدده بتاعه المصفوفه، هتقول له ايه، ديترمن، يعني هات قيمه المحدده بتاعه المصفوفه ايه، طلع حضرتك مثلا بناقص 2. طيب افرض انت عاوز تجيب مقلوب المصفوفه، يعني الانفرس بتاع المصفوفه، بتقول له يا اما الانفرس وتقول ايه، يا اما تقول له ايه تو ذا باور ارفعها الاس ناقص 1، برضك يطلع حضرتك الاثنين بالنسبه له 1. كده اخدنا اكتر من عمليه على الحاجات دي. لو انت مثلا عندك الماتريكس ديت عاوز تجيب السمشن بتاع الماتريكس، يعني مثلا نفترض ماتريكس، عاوزين ماتريكس كبيره شويه، نفترض اس تساوي من 1 الى 10، عاوز تجيب مجموع كل العناصر اللي في الماتريكس دي، هتقول سمشن ليه للماتريكس اسمها اس، اس يو ام، يجيب لك السمشن بتاعها. لو انت عاوز المضروب بتاع الحاجات دي كلها، يعني ضرب الواحد في 2 3 3 في 3 6 في 4 مش عارف 24 وهكذا، تقول ايه، برودكشن، يعني بي ار او دي، طلع لك قيمه المضروب بتاعه الحاجات دي كلها اللي هي نفسها مضروب 10.
كل الحاجات دي بيقدر يعملها على الماتريسيز او الماتريسيز نفسها. دلوقتي هي كانت صف، فما بالك بقى لو ماتريسيز 2 في 2 مثلا، 3 في 3، 4 في 4، هيعمل ايه؟ ماتريكس زي الايه، لو انت قلت له سبميشن الماتريكس اللي اسمها ايه، هيطلع لك 4 و6. ليه؟ جمع العمدان على بعض. يعني انت عندك 1 و2، عندك الاي دي كانت ايه، 1 3 2 4، جمع الواحد على التلاتة اعطاك 4، والاتنين والاربعة على بعض اعطاك 6. لو انت عندك ماتريكس، لو جبتها البرودكشن، البرودكت نفس النظام، برودكت اوف ايه برضك 3 و8، 1 في 3 ب 3، 2 في 4 ب 8. طيب افرض انت عاوز تجيب العكس، تخلي الصفوف اعمده والاعمده صفوف، يعني تجيب مدور المصفوف عشان مثلا تجمع الصفوف بدل كان الاعمده وهكذا. مدور المصفوف بنعمل له علامه داش، يعني تقول له ايه وتحط له الداش، انتر، يديك 1 3 2 4، بدل 1 2 3 4 بقت 1 3 2 4. لو جبت بعد كده مثلا، لو قلت له سميشن دي الاي داش، هيعمل ايه؟ طلع لك نتيجة 3 7. ليه؟ جمع الواحد على 2 3، والتلاتة على 4 يديك 7. لو سميشن بتاع الاس داش، هي ان الصف او عمود، هو لو عنده صف واحد او فيكتور واحد بيجيب لك السميشن اللي هو الايه، مجموع الصف او مجموع العمود، ان هو حاجة واحدة بس بيسميها فيكتور بالنسبة له، فبيعتبرها ما بتفرقش معاه، بيجمعهم على طول كلهم او بيجيب لهم المضروب بتاعهم كله. كده اخدنا سميشن واخدنا امر كمان اللي هو برودكت. هناخد بقى دلوقتي حاجة برضك تبع العمليات على المصفوفات، بس ديت مهمة جدا في شغلنا، اللي هي ازاي تشتغل element by element operation. element by element operation يبقى انت بتتعامل مع المصفوفة مش من وجهة النظر الرياضية. يعني ايه؟ تخيل انت لو احنا عندنا matrix اسمها v تساوي 1 سيميكولون 2، لو انت قلت v في ايه، هل ده ينفع؟ حد جاوبها قبل كده؟ طلع غلط. ليه؟ الغلطة ان الماتريسيز لازم تكون بتضرب صف في عمود، يعني عدد الصفوف في الماتريكس الاولانية يساوي عدد الاعمدة في الماتريكس التاني. ضربت فانكشن دي 2 في 1، لما تيجي تضربها في 2 في 2 ما ينفعش، 2 في 1 لازم تضرب في ايه، في 1 في 2، في 1 في 3. 1 في 2 تضرب في، يعني مثلا لو قلت له بدل الفي خليتها في داش، يعني اقلبها لي، هيطلع لك قيمة، يطلع لك صف، ما طلع لكش 2 في 2 زي الايه، اوكي، هيطلعها لك مثلا صف واحد، وهكذا، اللي هي الشغل بتاع الماتريسيز بتاع الرياضة. بس هنا في element by element هنتعامل، مثلا لو انت عندك ماتريكس اسمها ايه، والماتريكس اللي كان اسمها بي، وقلت له ايه في بي، طب هفرقها له ازاي عن التاني؟ قال لك حط دوت قبل العلامة بتاعت الفي مثلا، ايه دوت في بي، طلع لك 6 14 15 32. يعني ايه؟ ضرب الواحد في 6 اعطاك 6، الاثنين في 7 اعطاك 14، الثلاثة في 5 اعطاك 15، الاربعة في 8 اعطاك 32. معناها ان ضرب كل عنصر في العنصر اللي يمثله في الدالة التانية. لو قلت له ماتريكس اسمها ايه دي اس، او خليها بقى قلنا ايه اس 2 طلعنا قيمتها، لا خليها 2 ضد اس 2 اس ايه، ازاي 2 اس ماتريكس ما تجيش، لا تيجي، عمل ايه؟ كل عنصر في الايه رفعه خلاها الاس الرقم 2، بقت 2 اس 1 ب 2، 2 اس 2 ب 4، 2 اس 3 ب 8، 2 اس 4 ب 16. طب لو عملناها العكس، خليناها ايه دوت اس 2، هيعمل ايه؟ كل عنصر رفعه للاس 2، بقى 1 اس 2 ب 2 ب 1، 4 2 اس 2 ب 4، 3 اس 2 ب 9، 4 اس 2 بكام؟ ب 16، وهكذا. هتلاقي الايه، عمليات كتير جدا بالدوت اوبريشن دي بتشتغل. طبعا الجمع والطرح كده كده كانه بيشتغل element by element operation، مفيش مشاكل بالنسبه له. انما مثلا حاجه زي القسمه مثلا، طبعا القسمه فيها مشاكل كتير بالنسبه للماتريسيز، ان اساسا مفيش حاجه اسمها قسمه. لو انت قلت له a دوت على b، ايه دوت على بي، طلعها لك على طول. لو انت في الطبيعة بقى قلت له ايه على بي، هيطلع لك حاجات تانية خالص. فدايما في الدوت اوبريشن دي بنستخدم، في الدوت ديت اللي هي element by element operation،
بتفيدنا كتير جدا جدا في الشغل بتاعنا، ان احنا نقدر نتعامل مع الاليمنت اليمنت اليمنت لوحده، منفصل تماما عن بقية العناصر التانية، ما يخشش معانا شغل رياضة معقد جدا بتاع المصفوفات. ده بيخليك تخزن مجموعة من القيم او مجموعة من الاحصائيات معينة انت عاوزها، وتبدأ تعرضها في ماتريسيز، وتبدأ تتعامل مع القيم دي كلها مع بعضيها في وقت واحد. يعني انت عاوز كل القيم تتضاف في 3، كل القيم تتضاف في 5، خلاص يبقى 5 في ايه؟ اضرب 5 في دوت في ايه. وعلى فكرة بالنسبة ان انت تضربها عنصر كسكيلر في ماتريكس ما بتفرقش مع الماتلاب، يطلعها لك نفس القيمة. بس ماتريكس هتجمعها مع ماتريكس تاني، جبت ماتريكس فيها الفولت وماتريكس فيها التيار، عاوز تجمعهم على بعضهم او تضربهم في بعض، مش محتاج تعمل ضرب ماتريسيز، انت محتاج تجمع داتا. فبتجمع داتا وتجمع معلومات، ساعتها انت محتاج element by element operation، الحاجات اللي احنا عملناها. اوكي، نمسح الشاشة. هنبدأ نشوف بقى حبة تطبيقات على الموضوع ده، يعني حبة عمليات. مثلا نجيب حبة أمثلة بس. لا، احنا عندنا ماتريكس اسمها ايه، عاوزين نكبرها شوية. هنكبر ماتريكس اسمها ايه ازاي؟ عادي، ممكن نحط تحتها ماتريكس اسمها بي، ايه تساوي ايه سيميكولون بي، زي ما احنا قلنا قبل كده، احنا اتعودنا على الحاجات دي. اوكي، وعاوز اجيب مثلا السمشن بتاع الكلام ده، او اجمع عليها، عاوز اجمع عليها. عارفين ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هيحط ايه الجديدة، ويحط كمان تحتها بي، كبرت قوي معانا. اجمع عليها 3، عمل ايه؟ جمع 3 على كل عنصر في الماتريكس الجديدة اللي اسمها ايه سيميكولون بي. اللينس بتاع الماتريكس دي قد ايه؟ ستة. طبعا ما طبعا جاب لك ايه؟ جاب لك الكبير. قلنا ان هو مش هيقول لك 2 في 2 في 6 او 6 في 2، لا هيقول لك 6. عاوز يقول لك 6 في 2، تقول له ايه سايز للايه؟ قال لك 6 و2. طيب لو احنا قلنا سميشن وجبنا السميشن بتاع الايه ده، هيجي لنا ايه؟ 44 54. طب انت عاوز السميشن توتال بتاع كله، تجمع ال 44 و 54، يعني معنى صح ممكن تقول سميشن للسميشن بتاع الايه، مظبوط، طلعها لك على طول 98. نفس النظام في البرودكت، طلع حالك نفس القيمة، طبعا كبير جدا. اوكي، احنا اساسا لو شفنا البرودكت بتاع الايه دلوقتي بقى ايه، حاجة بسم الله ما شاء الله. فلما يضربها كمان في نفسهم، طبعا عدد كبير في ايه اس 10. خلي بالكم، عاوزين تعرفوا حدود المتلاب قد ايه، كتير قوي كتير قوي قوي. يعني لو اخدنا البرودكت بتاع البرودكت في ايه ورفعناه مثلا للاس، نقول كام؟ 20. طلعها لك، طلع لك ايه 2.72 في اي اس 214. تخيل ان العدد ده جنبيه 214 صفر، تخيل. طبعا عشان كده بقول لكم ان الماتلاب كبير جدا. تخيل ان انت الماتلاب تقريبا بيوصل ل 314 صفر جنب بعد 314 ديجيت، يعني عندك عدد مكون من 314 رقم. تخيلوا حاجه بالمنظر ده. فالامكانيات بتاعته عاليه جدا في حسابات الارقام الكبيره. ما اعتقدش اخر الاله الحاسبه عندها 99، مفيش حاجه بتوصل للحاجات دي نهائي، يعني 300 والكلام ده ما شفتش حاجه وصلت لها قبل كده. اوكي، الاليمنت باي اليمنت اوبريشن ديت اللي احنا استخدمناها، هنستخدمها في معظم شغلنا، في كل شغلنا بتاع البرمجه هنستخدم الاليمنت باي اوبريشن بطريقه كبيره جدا جدا جدا. نهتم بيها كويس، نبدأ نعمل عليها عمليات حسابية كتير، نتأكد دايما ان لازم يكون عدد الصفوف وعدد الأعمدة متساوي في كل ماتريكس. ما تضربليش مثلا، احنا مش غيرنا الاي دلوقتي، خليناها ماتريكس كبيرة، البي لسه زي ما هي، ما تقولوش ايه دوت على بي مثلا، هيقولها غلط. لازم الماتريكس اجري، دايمنشن ماست بي ماست اجري، لازم الدايمنشن هنا تكون هي نفسها هنا. وكده يبقى انتهى الدرس دوت، ونكمل ان شاء الله المرة اللي جاية. وشكرا.